السلام عليكم، ازيكم؟ في خلال ال 24 ساعة الأخيرة كمية أحداث مهمة جدا حصلت في الفضاء لازم تعرفها. ما طولش عليكم، خلينا ندخل في أول خبر على طول. المسبار الصيني الجوال اللي على سطح القمر بعت لنا بيانات جديدة مهمة جدا. على فكرة 90% من حالات المرضى جاية من القمر. المركبة الفضائية تشانغ أفو من ساعة ما هبطت على سطح القمر سنة 2018، وعلى فكرة هي أول مركبة فضائية تهبط على الجانب البعيد من القمر، خدت صور لحفر الصدمات وخدت عينات من المعادن، وده مكن العلماء ان هم يتخيلوا طبقة الهياكل اللي بتشكل 300 متر من سطح القمر بتفاصيل دقيقة جدا. المركبة الجوالة اللي على متن المركبة الفضائية تشانغ أفو هي يوتو 2، مزودة بتقنية اسمها LPR، والجهاز ده بيخلي المركبة تبعت إشارات لاسلكية في عمق سطح القمر، وده بيمكن العلماء ان هم يسمعوا الأصداء او بمعنى اصح موجات الراديو اللي بترتد من الهياكل اللي تحت السطح. استخدم الباحثين بقى أداة الـ LPR دي ورسموا خريطة اعلى بحوالي 40 متر من سطح القمر. البيانات الجديدة بتقول ان في 130 قدم من سطح القمر تتكون من طبقات متعددة من الغبار والتربة والصخور المكسورة، وكمان كان جوه المواد دي فوهة بركان اتشكلت لما جسم كبير ضرب القمر. اكتشف الباحثين بعد كده 5 طبقات متميزة من الحمم القمرية اللي اتسربت من مليارات السنين. بيعتقد الباحثين ان القمر بتاعنا اتشكل من 4.51 مليار سنة، يعني بعد فترة قصيرة شوية من تشكل النظام الشمسي بتاعنا نفسه، لما صدم جسم بحجم كوكب المريخ كوكب الأرض، قطع جزء من الكوكب بتاعنا، وبعد كده ضربته أجسام كتير جدا من الفضاء لمدة 200 مليون سنة. فالتأثيرات دي عملت تصدع لسطح القمر زي الأرض، وكان القمر في الوقت ده في جيوب كتير من المواد المنصهرة اللي هي اسمها الصهارة. البيانات بقى اللي جاية من المهمة الصينية بتقول ان طبقات الصخور البركانية بتبقى رقيقة اكتر كل ما تقرب من سطح القمر، وبيعتقد الباحثين ان النشاط البركاني على القمر تلاشى من حوالي مليار سنة. الخبر اللي بعد كده بيقول ان المستعار الاعظم كشفت لنا الحياة السرية للنيوترينو. الفيزيائيين عملوا قفزة حرفيا في فهم كيفية تفاعل الجسيمات الشبحية مع بعض، وده من خلال نمذجة كيفية تدفق النيوترينو للفضاء من النجوم المتفجرة. ممكن يكون للتفاعلات اللي بتحصل دي بين النيوترينو اثار علشان نقدر نفهم البيج بانج بشكل افضل. بس علشان نقدر نفهم ازاي التفاعلات دي بتحصل، فالعلماء هيضطروا يستنوا لما تحصل سوبر نوفا تانية في مجرتنا ضرب التبانة. من بين كل الجسيمات في النموذج القياسي للفيزياء، فالنيوترينو ده العلماء يعرفوا عنه معلومات قليلة قوي، زي ان كتلته صغيرة جدا واكيد بيتفاعل مع المادة العادية، كمان تقدر تغير نفسها تلقائيا من نوع لتاني، زائد ان هي منتشرة في كل مكان في الكون، وفي تريليونات من نيوترينو بيمر في جسمك دلوقتي، بس مع الاسف صعب جدا اكتشافها، وده لانك محتاج رصاص سرعته سنة ضوئية علشان تقدر توقف النيوترينو اللي بيمر في جسمك. وكمان شكل التفاعل بتاعه مع المادة غير متكرر، يعني اقوى كاشف نيوترينو في العالم اللي هو الايس كيوب، وده موجود في القطب الجنوبي، يقدر يكشف 275 واحدة بس يوميا، بس اعدادته بتزيد جدا. عندك مثلا اقرب مستعار اعظم حصل من 400 سنة، حصل في سحابة ماجلان الكبرى. الباحثين بيقولوا ان هو انتج 10^58 من نيوترينو، ومن العدد ده كله الكواشف اللي موجودة على الارض كشفت 25 واحدة بس منهم. وعلشان نفهم التفاعلات الذاتية للنيوترينو بشكل أفضل، الباحثين عملوا نماذج حاسوبية عن كيفية ظهور إشارة النيوترينو، واستندوا على الديناميكا المائية النسبية، واللي بتوصف لنا إزاي بترتبط الجسيمات مع بعض تتصرف زي السائل على الرغم من إن سرعتها قريبة من سرعة الضوء. وفي ظل الديناميكا المائية النسبية دي، ممكن النيوترينو ان هو يتدفق من سوبر نوفا بطريقتين. الاولى تدفق خارج الانفجار، كأنك فرقعت بالونة في الفضاء والطاقة اللي طلعت منها اتشتتت في كل مكان. الاحتمال التاني هو تدفق الرياح، يعني كأنك فرقعت بالونة في الفضاء وكان في فوهات كده عبارة عن ثقوب سودا، فالطاقة اللي طلعت من البالونة دي دخلت على طول في الفوهات دي. بس الاحتمال التاني افضل بكتير علشان نفهم النيوترينو. بس مع الاسف الباحثين بيقولوا ان ديناميكيات السوبر نوفا معقدة قوي،
لكن النتيجة دي واعدة جدا، وعلشان يعملوا ده لازم يبقى عندهم بيانات جديدة من سوبر نوفا جديدة، ان من خلال اختبار النيوترينو للآليات دي اللي هي الاندفاع والتدفق الرياح تكمن المشكلة ان وجود سوبر نوفا مرئي نادر قوي اصلا. الباحثين بيبصوا لتفاعلات النيوترينو انها بوابة لفيزياء جديدة بتتجاوز النموذج القياسي، فتوسيع معرفتنا بالفيزياء في المناطق دي بالذات مهمة جدا للفيزيائيين اللي بيحاولوا يشرحوا العديد من اعظم الغاز علم الكونيات زي المادة المظلمة والطاقة المظلمة وتمدد الكون.